آخر أخبار الطقس والمرور في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هلا. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جوانا، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. بنبدأ بجولة مرورية في شوارع القاهرة والمحافظات، بعدها جولة سريعة في أحوال الطقس. يلا بينا نبدأ مع حضراتكم دلوقتي نشوف أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر. وطبعا بنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة، وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس، والمتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر. وشارع رمسيس نفسه بيشهد كثافات مرورية هتبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، وفي كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه إلى المؤسسة ففي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند منطقة المظلات. وفي محافظة الجيزة هنروح لشارع الهرم اللي بيشهد حاليا كثافات مرورية، والكثافات بتزيد طبعا مع ساعات الذروة الصباحية. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات للمتجه الكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. تعالوا نروح مع بعض دلوقتي محافظة الإسكندرية، في هناك كثافات مرورية عند كوبري ستانلي على طول الكورنيش، وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بالنسبة للشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، نفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا دلوقتي وهنروح لمحافظة أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد الطريق فيها سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة. هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في أمطار متوسطة إلى غزيرة وقد تصل لحد السيول على مناطق من محافظة شمال سيناء على فترات متقطعة. أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بتكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء على فترات متقطعة. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 21، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 27، وأقل درجة حرارة في كاترين 15 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.